الان معكم في ساعة شباب حنبحر في عالم الفن، لانه تحديدا ضيفنا تميز معرضه الاول بالحداثة في الفكرة والطرح، بحيث انه بيعتبر فنه طبعا من الامور الفريدة او الغريبة من نوعها في مستوى عالمي. اتعامل مع الزجاج باحترافية عالية، استطاع ما شاء الله تبارك الله انه يجسد الكثير من الافكار، ممكن تكون حتى يعني قديمة ولكن جددها، وايضا في افكار غير مسبوقة. الفنان معنا ناصر لنجاوي، حياك الله معنا اليوم. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. ما شاء الله شايفين فن يعني خلينا نقول ما هو متعارف عليه كثير هنا، ممكن برا الناس ما شاء الله تبارك الله عندهم يعني أريحية أكثر في التعامل معه. هنعرف كثير تفاصيل عن النحت على الزجاج، لكن بداية بس ليش اخترت الحفر على الزجاج؟ الزجاج مادة صعبة وشفافة. طبعا في البداية كانت على طفايات، على كاسات، يعني كل الناس بتشتغل على بازات. يا بالضبط. فأنا لا يعني كنت أبغى أكون مميز وفريد في حاجة معينة، إني أخليها أعمال فنية. حلو. فبدأت أعملها على ألواح زي كده، وتتنوع يعني المواضيع فيها. يعني زي ما أنت شايف صقر، وفي أشياء دينية، وفي أفلام كرتون، يعني نوعت الأشياء كلها كأعمال فنية خليتها. أيوه. طبعا صعوبتها انه القزاز ماده حساسه جدا، بحيث انه لو اتجرحت او انه اتخدشت او انه اتكسرت ما لها علاج تماما. مستحيل تتعالج. ما تتعالج، فتضطر انك تعيدها من جديد. بالضبط. ايوه. طيب بالنسبه طيب للفكره نفسها، الفكره هي ما هي يعني ما هي متعارفه هنا، فكيف جاتك الفكره؟ فكره الحفر. بالعكس، الافكار الفكره موجوده من زمان ترى، بس ما حد فاضي انه يشتغل عليها. أيوه. لانها تاخذ وقت مره، يعني تاخذ مجهود، تاخذ وقت، تاخذ يبغى لها صبر مره كثير. لسه يعني جايك، انا كنت في موضوع الصبر، يعني شايف انا اشغل هنا في ديتيلز. يبغى لها مجهود مره. يعني الان يعني تقريبا معظم الناس يقول لك ما في وقت لاي شيء. فهذه كانت انه انا كنت خارج وظيفتي، بشتغل من بيتي. هي اول حاجه رساله وهدف، حطيت اهداف من بعد ما سبت وظيفتي، حطيت اهداف. المجتمع كان كل واحد يبغى يحركني بعقليته بطريقته. بالضبط. بس انا حددت هدفي. كان عندي شيئين مستحيله. طبعا ما في شيء اسمه مستحيل، بس هدفين مستحيله، الشيئين مستحيل: ارضاء الناس، وهذا شيء مستحيل كان بالنسبه لي. انا فيه الشيء الثاني انك توقف الوقت. مستحيل توقف الوقت. طبعا هذه العاملين اللي قعدت العب عليها عشان اوصل لهدفي، واكون عامل شيء فريد ومميز من نوعه. اوصل هدفي ورسالتي للشباب انه من بيتك، وحتى لو حسابك صفر او اي شيء، تقدر تتميز فيه بفن انت تقدمه. طيب ما شاء الله انت كنت موظف اول شيء، في 2009 تركت وظيفتك عشان تتفرغ للموهبة اللي عندك، وهذا الشيء يعني دائما دائما وابدا اشيد فيه، واشيد بضيوفي لما يكونوا مثلا بيتوظفوا وسابوا وظيفتهم عشان خاطر موهبتهم او اللي يحسوا فعلا انهم حينتجوا فيه اكثر، وحيكون لهم غير انه رسالة زي ما ذكرت ايضا يكون يعني دخل، وفي نفس الوقت رساله. العمل على القزاز شيء جميل، انا شايف الان ما شاء الله حاجات جميله. في حاجات تفصيليه ابغى اسالها عن النحت على القزاز. اول شيء سماكه القزاز، وبايش بتحفر القزاز؟ اول حاجه انا ما سبت الوظيفه عشان اتفرغ للهوايه. سبت الوظيفه لاسباب، يعني في اسباب كثير غير السبب هذا. بالضبط. بعدها يعني لقيت انه بدأت أقدم وظائف، ما في وظائف، بدأت الإحباطات، بدأت كل واحد يبغى يوجهني. يعني أنت بتقول إنك واجهت مشاكل كثيرة خلتك إنك يعني اضطريت إنك أنت ورا كل نجاح لازم يكون عدة يعني عدة مراحل من الفشل. يعني تفشل مرة واثنين وثلاثة ومية، بعد كده ممكن تنجح. النجاح ما يجي على طول. جميل ما شاء الله. كمان عرفت إنه الصلاة على النبي، رغم كل اللي صار لك، عرفنا إنه ما شاء الله الأمير خالد الفيصل لقبك بأول فنان سعودي على الحفر. كانت زيارة، يعني كانت أول مشاركة عن طريق الغرفة التجارية في الحرف اليدوية. فأول ما شاف الفن هذا يعني وقف عندي في المعرض ورحب بي، وكنت أول فنان سعودي في حفر اليدوية عز وزاد. هذه كانت يعني شيء مرة كان جميل لي أنا. دفع لك أكيد. بالضبط. كانت دافع لي اني اكمل في الموضوع رغم كل المصاعب اللي واجهتها لين 2015. الان قبل شهرين تقريبا، في 1/3 كان اول معرض من نوعه على مستوى المملكه والشرق الاوسط. جميل.
ما ابغى احكيك التفاصيل يعني قد ايش واجهت مشاكل ومصاعب واحباطات برضو من وقت المعرض اللي قابلت الامير خالد الفيصل لين المعرض هذا. المعرض هذا كان يعني بالنسبه لي كفرح يعني زي الفرح لك بالضبط. كان اول يوم افتتاح كان في جسيس بيراجع الثقافه والفنون ادى مجس كان افتتاح مميز، حتى الافتتاح سبحان الله كان مميز من نوعه، رضا والدين ورضا ربنا ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نعرف سر المهنه هذه، اول شيء ايش تحفر على القزاز؟ درست سنتين ونص طب اسنان في القاهره زمان يعني قبل عشان كده عندك الدقه في التعامل مع القزاز. بس ما كملت الطب، عملت عمليه في يدي وجبست سنه كامله. أوه. وما كانت رغبتي بامانه طب الاسنان، كانت رغبتي الدكتور يحتاج له الممارسه عشان يده ما تصير ثقيله. اي شيء تحتاج ممارسه، مجرد انك حتمارس مره واثنين وعشرة حتقدر تتقن الشيء ده. سالتني اول على سمك القزاز وتعامل مع القزاز. الان اول شيء سالتك عن كيف بتحفر القزاز. ايوه المكان نفس الماطور هذا حق المعادن حق حفر الاسنان حق الخشب حق نفسه هو. ايوه هو اللي بستخدمه. زمان طبعا كان في زي مرسام هو اللي بحفر به. مرسام؟ ايوه كان بس المرسام اللي هو الحديد؟ الحديد راسه طبعا هذه مو حديد الماس. الشيء اللي ياكل القزاز هو الماس صحيح. فبعد كده طبعا اتطورت المكاين وكده، فصرت الماطور نفسه حق حفر المعادن حق حفر كل المعادن، ترى يحفر خشب يحفر حديد، بس انا طرقت له كيف تتعامل مع القزاز بدقه، يعني لازم تكون مره خفيف عشان تاكل القزازه. عشان كيف بقول لك يعني قديش يحتاج الواحد سمك، هل في سمك معين عشان؟ انا بالنسبه لي لا الحمد لله يعني من ملي 2 ملي لين الكريستال بدات احفر عليه. ما شاء الله تبارك الله، اخذت وقت عشان توصل لهذه المرحله؟ طبعا. قديش؟ من 2011 الى الان متواصل. من 2011 الى الان ما شاء الله تبارك الله متواصل. وعلى اخر معرض سويته هو الفرح بالنسبه لك بالضبط. يعني كان افتتاح اول يوم وثاني يوم كمان كان افتتاح. كيف كان اخبار الناس؟ ما اقدر اوصفه حقيقي يعني كان انت حسيت انه تعبك ما راح الفاضي، حسيت بالزبط. الناس فعلا كانت مقدره. ليش بسالك السؤال ده؟ ممكن السؤال ده يكون شويه تقليدي، لكن بسالك لانه في ناس تقول اكيد سواها بطريقه معينه، اكيد احد ساعد واكيد ما اخذ وقت فيها. الناس دائما تستهون في الفنون بشكل عام اغلبيه الناس، ولكن اكيد في ناس تقدر معنى الفن. ذكرت لي انه قبل الحلقه انه في او قبل الفقره عفوا في بتقول لي في نحت وفي نحت على نحت. ايوه زي هذه طبعا كانت في عندي واحده حقت خيل وواضح النحت الزايد عليها اقتناها الامير فيصل بن عبد الله. هذا جاني ثاني يوم وكان افتتاح ثاني حقيقي يعني كانت مفاجاه. الناس بتجي للعمل ما هو الناصر في النهايه، بيسمع عن عمل شيء جديد ومميز من نوعه بتحضر عشانه. مجهودي كان كله شخصي حقيقي، اشكر كل اللي وقف معايا بس اكثر انسان وقف معايا فعليا وعمليا اخوي الله يديله الصحه والعافيه. يعني كنت اسحبه من دوامه، يعني الاخوه حلوه بس طبعا رازي مكمل ماجستير، بس لما يكون انسان بيعمل معاك غير اللي بيشجعك يعني بالجول او انه بس يتكلم، زي لما يكون في فريق واحد بيلعب و60 الف جمهور ما حيستفيد من الجمهور طبعًا. الجمهور طبعًا. بس يعني ممكن يحفز طبعا. بس حقيقه في اشياء كثير بسالك فيها لان الناس بتتابعنا الشباب يتابعونا، يقول لك معقوله هل ممكن يكون دخلي من هذا العمل؟ شوف انا زي ما قلت لك كان هدف ورساله ما كنت حاطط بامانه انه في دخل او اي شيء، بس سبحان الله يعني الارزاق في النهايه مكتوبه. اي طبعا ايوه هذا اللي بعد كده جات. مستحيل انت لما تبيع بذره حقت نبته غير لما تبدا تزرع المحصول كامل وتبيع الثمره كامله. طبعا بس انا اقصد تحديدا يعني انت الان خلينا نقول كفنان محترف في هذه الصناعه تقدر تخليها مدخل الان هي مدخل رزقي. الان هي مدخل رزقي. انا اسال انه في ناس تقول لك برضو انا دائما احاول اجيب اسئله الناس اللي ممكن تدور في بالهم يعني معقول كيف حبيع، طب كيف حاشتغل، طب لو انا ما قدرت اسوي في اليوم الفلاني، طب لو ما انتجت. فانا اتكلم عن الاحترافيه في هذا العمل تحديدا، يعني لازم تكون محترف. قعدت افكر دوبي بيني وبين نفسي مو معقول تضيف الوان؟ مجال القزاز بحر.
فكيته. الآن طبعا في تلوين، في ممكن اعمل بروز، بس لا تلوين عن النحت نفسه. أيوه. امدي ممكن. ايوه قد عملت قد جربته؟ لا بس بحفر على قزاز ملون الآن. أوه. بحاول احفر على القزاز المعالج اللي هو اصلا لو انكسر اللي هو يتفضفض زي السكر الفسيفساء. ايوه يتكسر كامل. يعني مو يتكسر الطرف، هذا القزاز القديم لو اتخدشت من الجنب ممكن بس تنكسر الطرف، الباقي كله ينكسر. ايوه القزاز المعالج اللي هو الجديد هذا انكسر كامل، قدرت احفر عليه. ما شاء الله تبارك. أيوة. الله. ف يعني عارف القزاز انواع واشكال مره كثير. المجال التلوين ما هو مجالي انا. في فنانين كثير يعرفوا كيف يدمجوا الالوان، هذه يعني يقدر يروح لهم هم. جميل. طيب دائما كل فنان يحتاج انه يجدد ويضيف حاجه مختلفه تماما على فنه عشان يبهر الناس اكثر، ايش حتسوي بعد كذا بعد النحت؟ طبعا في حاجه ماني قادر اشرحها هنا، في الاضاءه، انا مدخل فيها اضاءه لو في صور ترسلت لي. انعرضت الصور. ايوه في اضاءه، مجرد انك تحط الاضاءه على خلف القزاز. أيوه. حطيت اللوحه وحطيت الاضاءه، العمل اتكبر على نفس الشكل كانه بروجيكتور. صحيح. فهذا شيء ثاني. التصوير ترى نوع مختلف، انت بتصور على قزاز شفاف لو كانه مرايه. فكيت مجالات ثانيه، فاهم ايش اقصد في الفن؟ هذه حاجه بس. لا نتمنى التوفيق ما شاء الله. لا واضح ان المجال لسه في بحر، يعني في تفاصيل كثير، حتى لو ابغى يعني اسال ما حتخلص الاسئله. بشكل عام ناصر النجاوي احنا نتمنى لك التوفيق، ونتمنى المعرض الجاي احنا باذن الله نكون موجودين ان شاء الله. وحكايه الاضاءه حقت القزاز جيده، ممكن شفناها في اشياء ثانيه لكن ما شفناها على قزاز بيور، يعني شفناها بطريقه ثانيه. دائما ابدا ان شاء الله حنكون معك، وفخورين بالتميز اللي انت فيه ناصر النجاوي. حياك الله معنا وشكرا لوجودك. الله يسلمك. شكرا لك. الشكر لكم يا رب، يديكم العافيه. بعد الفاصل حنكون معكم في ساعة شباب، الكثير من الفقرات، خليكم معنا. في ساعة شباب بعد الفاصل، بعد القصص تبقى سرا بيننا وبين المرايا.